ميسي مجانا ما اخذتهم فمجانا ما اعطيتهم. مرحبا واضح. للسنة الثالثة على التوالي بتنشط مبادرة كتاب كتابك. وراء هالمبادرة شبيبة العمل الاجتماعي عم بيوزعوا كتب مجاناً، وهالسنة وصل عدد الكتب لأكثر من 1000 كتاب. تابعوا معي هالمبادرة بالفيديو. مرحبا واضح. كتاب كتابك هي مبادرة قامت فيها شبيبة العمل الاجتماعي برعاية مرسى معان بالسبتية للروم الملكيين الكاثوليك. هيدي المبادرة عطول بتنطلق مع كل عام دراسة لحتى تساعد الطلاب انه تأمن لهم كتب مدرسية بعامهم الدراسة. بلشنا بكتاب كتابك 1 بال 2022، وزعنا حوالي اول شيء 300 كتاب. رجعنا صرنا نطلق انه ليش ما بنعمل نداء كل هالعالم يلي مش بحاجه بقى للكتب المدرسيه تبعهم وما بدهم يبيعوها للمكاتب، ليش ما بيجوا لعنا وبيعطونا اياها ونحن هيك بهيدي الطريقه بنكون عم نوزعها تحت شعار معروفين فيه مجانا ما اخذتم فمجانا ما اعطوا. ميرسي مجانا ما اخذتم فمجانا ما اعطوا. بونجور أمير، الله يعطيك. هل أنت جايب شيء منه؟ لا ما في شيء بنقول له، نحن بنشوف شو في موجود، أوكي وأكيد شو بنقدر نساعدك نحن موجودين. هلا نحن بس يجي لعنا الأهالي بيعطونا ليستة الكتب. سو باخذها للليست تبعتيها لحدا من الشباب ليفوتوا يفتشوا جوا قد شو عنا كتب مأمنين نقدر نعطيهم اياهم، باكد عليهم انهم كتب منيح، بحطهم اوت وبعطيهم برجع للاهالي، ساعتها هيك بنكون عم نعمل التوزيع تبعنا. مثل ما نكون شايفين هلا عم نعرض الكتب حسب الماتيرات وحسب الصفوف، وبس يجوا الليستات بكون ساعتها هين علينا دغري نسحب الكتاب اللي منلاقيه ومنعطيه للعالم. انا عدو من الشبيبه، عم بيعلموني الشبيبه كيف نعمل مبادرات خير للعالم ونساعد العالم المحتاجه، ونحن على طول واقفين حدكم. منوزع من البي اس ا للترمينال، وحتى اوقات عندنا كتب للجامعه، في عندنا عالم عم تيجي من الشمال من الجنوب من البقاع لانه بحاجه للكتب لانه الاوضاع كثير صعبه، ونحن كشبيبه عمل اجتماعي هيدا من واجبنا نحن كنداء بنطلقه انه نساعد بعض. ميرسي بوكو.